وافقت هيئة الدواء المصرية على استخدام دواء البارساميانت في علاج مرض الثعلبة المتسبب في تساقط الشعر. وخلال مؤتمر صحفي عقدته شركة إيفا فارما، قال أساتذة الأمراض الجلدية إن هذا الدواء يؤخذ في شكل أقراص للبالغين لعلاج الحالات الحادة في مرض الثعلبة. وأوضحت شركة إيفا فارما أن الدواء يتم تصنيعه داخل مصانعها في مصر في إطار حرصها على توطين صناعة الدواء داخل مصر. النهاردة في الفرصة الجميلة دي أنا عايز أشكر شركة إيفا علشان تقدر توفرت لنا دواء باراسيمينت، اللي هو دواء يعتبر جاك انهيبيتر، وده يعتبر دواء ثورة في علاج مرض الثعلبة. مرض الثعلبة هو مرض مزمن بيصيب الأطفال وبيصيب برضو الكبار، بس بيصيب أساسا الأطفال، ولما بيصيب الأطفال بيعمل شعرهم كله بيبقاش موجود، وده بيسبب لهم مآسي نفسية كبيرة. مرض الثعلبة هو مرض مزمن وعلاجه صعب جدا، فالحمد لله بوجود في السوق المصري دواء باراسيمين. تاني حاجة، مرض منتشر جدا موجود عندنا للأطفال بتوعنا، مرض الإكزيما التأتبية أو الإكزيما عند الأطفال. والإكزيما مرض برضو بيصيب أساسا الأطفال، الإكزيما التأتبية، وبرضو بيصيب الكبار. اللي أنا عايز أقوله إن مرض الإكزيما التأتبية دواء الباراسيمين خد تصريح علاج الإكزيما عند الأطفال، والإكزيما اللي عند الأطفال الإكزيما التأتبية هو مرض مناعي ومرض مزمن مناعي، وللأسف الأطفال بتبقى جلدها ملتهب، بتهرش، ما بتعرفش تنام. فوجود دواء من أول سن سنتين بيتاخد أقراص سهل جدا ان هو يتاخد في الوقت ده، فاحب اشكر شركة ايفا ان هي تدخل الدواء بالسعر ده، وان هو كمان ان هم حريصين على استمرارية الدواء يبقى على طول موجود نتيجة مسؤوليتهم الاجتماعية للامراض دي كلها وللاطفال الموجودة. عندنا مرض مزمن بيحتاج علاج لفترة طويلة، بنكرر شكرنا شركة ايفا ان هي قدرت تحقق لنا ما كنا نتمناه وما كنا بنشوفه في البلاد التانية، ان هي قدرت توفر لنا عقارب باراسيمينت او لوميت. الثعلبة والثعلبة بانواعها كلها، ثعلبة الحواجب، ثعلبة الشعر، ثعلبة الدقن، ثعلبة اللي في الجسم، في دواء جديد يعالج الثعلبة. قرص واحد بارسيميان جبناه 4 ميلي جرام. الثعلبة دول يا جماعة اسمهم جاك انهيبيتور، بارسيميان 4 ميلي جرام، نو مور ألوبيشيا إرياتا اللي هي الثعلبة، نو مور بقى إكزيما تأتبية ولا جفاف جلد. واليوم بنتكلم على دواء الباراسيمينت، الدواء المثبت في علاج مرض الثعلبة من الشديدة من سن 18 سنة، وكمان مرض الإكزيما التأتبية. ولأن يهمنا دايما زيادة الوعي للأطباء وكمان للمرضى، النهاردة جينا عشان نتكلم على دواء الباراسيمينت بالنسبة للأطباء بأن هو متوفر. مش بس كده، احنا كمان يهمنا ان احنا نكون بنزود الوعي عند المريض المصري بتوفر علاج لمرض الثعلبة، مادة البارستينيب باسم البارسيمينت من شركة إيفا فارما. احنا النهاردة مبسوطين ان موجودين معاكم في مؤتمر مهم جدا، مؤتمر شرم ديرما، موجودين علشان نعلن عن توفر دواء مصري مهم لحل مشكلة مزمنة هي مشكلة الثعلبة. الحقيقة دورنا كإيفا فارما في تمكين المريض في الحصول على حقه في الصحة والصحة العامة هو اللي دايما بيحركنا في كل خطوة بنعملها، وده بيتم من خلال خطوات يعني بتتم باستمرار، خطوات مدروسة ومحسوبة من البحث والتطوير علشان نوفر الأدوية اللي محتاجة سوق الدواء المصري. الدواء اللي احنا بنتكلم عنه النهارده باراسيميان ساهم وحل مشكله مزمنه هي مشكله الثعلبه، وزي ما سمعتوا كده حضراتكم في المؤتمر الصحفي مشكله بيشتكي منها قطاع كبير من المرضى. الحاجه اللي احنا عايزين نقولها انه مش بس احنا بنوفر الدواء، لكن بنطمن على استمراريه توفر الدواء، وده لانه واحده من الاهداف او واحده من الحاجات المهمه اللي بنعمل عليها جوه إيفا فارما هي توطين صناعه الدواء، وده اللي بيساعدنا دايما انه المريض يوصل له دواء باستمرار.